بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا في أرضية هذا الميدان، دمعة التي غادرت بالسلام، التي غادرت بالتوقيت الأفضل والأجمل في صباح هذا اليوم، صباح التوقيتات الجميلة التي تكررت، ولكن دمعة كان لها نصيب الأسد بفارق بسيط 4:23. سلام عبد الله بن المر بن حلوة نجتبي إخوانه، سلام للداعم الرئيسي لهذا الشعار المر بن سعيد بن حلوة. شوطنا القبل الأخير، إلى أين سوف يتجه أبناء بن معتوق؟ هنا على الصدارة هرجوان محمد بن عتيج بن سامس العامري، بينما اللي في المركز الثاني هنا وعد خالد بن حميد بن حارب المهيري، ثالث المراكز أبحاث سالم بن محمد بن سالم بن واس الاجتبي، وفي المركز الرابع هناك شديد الاسهيل بن خليفة بن عبيد الحبيري، وفي المركز الخامس مشغلة حمد بن سعيد بن حمد بالصقعة على غفلي، بينما اللي في المركز السادس هناك صواب سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة اجتبي. المركز السابع يا سلام العنود سعيد بن سلطان بن تريم اجتبي. المركز الثامن عناية محمد بن خليفة بن كحيد المهيري، بينما هناك من الجانب الثاني اللي وصلت حربة علي بن حميد بن خليفة بو سحر الشامسي، من قدمها إلى ثاني أو عفوا ثامن المراكز النقلة على المركز التاسع. هناك من الجانب الثاني غزل في تاسع المراكز عامر بن محمد بن سالم الوهيبي، وفي المركز العاشر اللي غيرت هنا اللي هي الخفيفة أحمد بن خلفان بن راشد بن غليطة القمزي. ها هي النتيجة، ها هي النتيجة، يوم ركض الهين زان وبان جوه وابتدت تفرق سلالة عن سلالة. اذهب الى الصدارة بن معتوق، بن معتوق خالد بن حميد بن حارب المهيري أيضا غير، يبغي الصدارة. إلى أين الصدارة؟ إلى أين الناموس؟ هل سوف يبقى في هذا الميدان ولا هناك سوف يحمل النقطة الثانية مع مناور؟ أيضا أرجوان محمد بن عتيج بن شامس العامري، وصلكم راعي شديدة أسهيل بن خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، عناية التي بدت تقترب من هذا الحدث. عناية هناك شعار بن قحيد حاضر، شعار بن قحيد حاضر، محمد بن خليفة بن قحيد المهيري. هكذا كانت نتيجتنا، الكيلو الأخير يفتح الأبواب، الكيلو الخطير يعانق هذه الشعارات الجميلة. الله يا بن معتوق، يا بن معتوق، يا بن معتوق الذي قادر، ولكن من اللي وصلت؟ اللي وصلت اللي ما يبنى لها طاري مذخورة ناصر بن سالم بن نجي العويسي، أيضا أول ندى لميونخ أحمد بن عجلان بن مخيط بن كراز المهيري، ولكن 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 السبوق الله يخليها أظهرت سرعة من اللمة. يا بن معتوق لو العصا سيده ولا تيها، روحها في السير محتمة، وعيبتني رجوان شلت يديها، ان مدحت المدح في حل سعد من يجني شراويها، او سعد من تصبح حلال الله. سلام للمرة الثانية الى مدينة العين، سلام للمرة الثانية الى ابناء بن معتوق، بن معتوق، بن معتوق ارجوان الى خط النهاية. محمد بن عتيج بن شامس العامري، سلام سلام بن معتوق، سلام. المركز الثاني أيها الإخوة أحمد بن عجلان خيط المهيري، المركز الثالث مستمعين الأعزاء ناصر بن سالم النجي، المركز الرابع اللي في المركز الرابع هناك لنكد بن راشد بن سعيد الهاشم، وفي المركز الخامس وعد خالد بن حميد بن حارب المهيري. سلام للمرة الثانية على التوالي 4:29، وفاء تماما إلى أبناء بن معتوق. تهانينا والناموس.